السلام علیکم ګران مینوالو، زه یم وکیل خان. اوس په غنی او وېسال تلاوت کې ډېر خوندور تلاوت به راځي چې زیم باور مو تاسو بهم باور چې کم یو خسته आवाज ورکړي کنه او کمنټس کې لازمی وي. زه بسم الله کې بسم الله الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإيايا فاعبدون. كل نفس زائكة الموت كل نفس زائكة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يأكلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما شاء الله.